حول أبرز النقاط التي ذكرها وزيرا الخارجية. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا تحسين طه. تحسين أهلا بك معنا. أجواء إيجابية جدا من خلال الترحيب من قبل الوزيرين وأيضا التهنئة الكبيرة، وتحديدا كما ذكر وزير الخارجية السعودي دبلوماسية رياضية كان سعيد بها كما قال، توجه بالشكر أيضا إلى المنتخب العراقي. نعم زميلي، هذه الزيارة جاءت استكمالا للزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد العراقي على رأسه وزير رئيس الوزراء وأيضا وزير الخارجية ومجموعة من الوزراء عندما شاركوا في القمة العربية الصينية. وهذا الموعد الذي حدد سابقا لهذه الزيارة الرسمية جاء استكمالا لهذه اللقاءات التي حدثت في الرياض من أجل استكمال مجلس التنسيق العراقي السعودي الذي طبعا عقد في أول اجتماع له في عام 2017، اليوم هو أيضا يستمر في يعني مجموعة من الاجتماعات المستمرة، ليس هنالك انقطاع كما أكدت وزارة الخارجية لهذه الاجتماعات للمجلس التنسيقي. المجلس التنسيقي يضم الكثير من الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي اليوم زيارة وزير الخارجية السعودي إلى بغداد ولقائه مع نظيره العراقي تأتي استكمالا لتفعيل الملفات التي واللجان الفرعية التي تم تشكيلها في السنوات السابقة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي. أيضا هذه الزيارة قد يكون فيها ملف مهم فيما يتعلق بالمواضيع الخارجية والملفات الخارجية. نتحدث هنا عن دور العراق الوسيط ما بين الرياض وطهران، سيما أن الحكومة السابقة قد تمكنت ونجحت في تقريب وجهات النظر وعقد أكثر من جولة حوار، وهذا ما يعني أقرت به الوزارتين، وزارة الخارجية الإيرانية وكذلك السعودية. وبالتالي وزارة الخارجية العراقية اليوم قد أيضا تبحث في هذا الملف، سيما أن المعلومات المؤكدة بأن وزير الخارجية السعودي سيلتقي الرئاسات الثلاث في العراق، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وأيضا العراق سيمضي باتجاه عقد جولة جديدة من الحوارات قد لا تكون مقتصرة على بعض المسؤولين، وإنما قد تتطور وتصل إلى مستوى لقاء ما بين وفدي من وزارتي خارجية إيران والسعودية، أو لقاء ما بين الوزيرين في العراق، أو يعني تمهيد تبادل الزيارات. هذا ما يسعى له العراق في هذه المرحلة على مستوى الخارجي. على المستوى الداخلي هناك ملفات كثيرة ومهمة، خاصة في مجال الطاقة ويعني الربط الكهربائي ما بين العراق والسعودية والعراق ودول الخليج العربي، كذلك ملف التعاون الأمني جدا مهم في هذه المرحلة. وأيضا تحسين كما ذكره الوزيران وأكثر من مرة تردد موضوع الأمن والاستقرار في المنطقة. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلنا تحسين طه.